مثل ما تعودتوا عم نطلع عليكم يوميا على شاشه الام تي في ونهيلكم طريقه الشوبينج مع شوبينج باي بست سيلر. اغراض متنوعه ومميزه واسعارها كثير مقبوله. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا بتختاروا الايتم يلي بهمكم بتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيصل لعندكم من دون اي كلفه اضافيه وين ما كنتوا بلبنان. مين منا ما بيعاني من اوجاع الظهر والرقبه ان كان بعدتنا الغلط بالمكتب او اذا بحكم شغلنا عنا سواقه لوقت طويل او باي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليوميه. رويال بوستشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقه كثير مريحه لما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لانه منه سميك وما ببين، ولكل شخص عنده ديسك او تكلس ما له غنى عن رويال بوستشر، بسعر 25 دولار بس وصل لعندكن من دون اي كلفه اضافيه، وهو كفيل للتخلص من اوجاع الظهر والرقبه، ما الكن الا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكن بلا اي كلفه اضافيه. صرنا بعصر الشباب تهتم بأناقتها ونظافتها مثل البنات، من هيك صار في مكنات متطورة تساعد على هالشي. جرومر برو سعرها 30 دولار هي مكنة حلاقة بتشتغل على البطاريات، شغلتها تحلق الشعر من دون أي وجع أو علامات على الجسم. هالمكنة مالتيبل يوز لأن فيها نستعملها لكذا منطقة بالجسم يلي هن الدقن الشوارب والسوالف، وما بتسبب ولا جرح لأنه شفرتها ستينلس ستيل. مش بس هيك، حتى فيكن تستعملوها لإزالة الشعر من الدينين، من الأنف أو الجسم مثل الإيدين أو أي مكان آخر. جرومر برو مكفولة على سنة، بتوفر عليكن وقت وفيكن تستعملوها أنتو ببيتكن بلا ما تقصدوا الحلاق تبعكن. ب 30 دولار بتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان، بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظفنا الإزاز قد ما يكون كتير كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفايبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة وتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار والدبل فيتراج ب 60 دولار والأهم مكفولة لسنتين. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تشيلو برو الأصلية وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وقت منضطر نحط منشرين أو ثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها لأنه منشر بثلاث طوابق. 3 لايرز راك فينا ننشر عليه شو ما بدنا من اشياء كبيره او صغيره. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا. بمساحه كثير صغيره صار فينا ننشر التياب كثير، وصار فينا نغسل كميه التياب يلي بدنا اياها بلا ما نعطل اي هم. هالمنشر 3 طوابق فيكن تحصلوا عليه ب 60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. ما الكن الا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. شو اورجنايزر هالشبه خزانه يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو اورجنايزر مصنوع من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بينخزق وبنفس الوقت منه ثقيل بالحمل. شو اورجنايزر بتساع 12 جوز احذيه مقسمه مثل ما شايفين لكازيات مرتبه، وإلها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا انه نختار الشوز يلي بدنا اياه. قياسها مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانه، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهره برات الخزانه لانه حجمها براكتيكال ومرتب، ولانه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكن تحطوا 2 او حتى 3 شو اورجنايزر حد بعضن. ب 26 دولار بتحصلوا على شو اورجنايزر والعرض هلا مقابل شراء 2 شو اورجنايزر بتحصلوا على الثالثه مجانا. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وب 26 دولار بتوصل لعندكم بلا كلفة دليفري.
لكل يلي عندهم حيوانات أليفة بالبيت وبحبوا يهتموا فيهم، منصحهم بالبت جرومينج لوف، هالكف يلي بينظف الحيوان الأليف وبيعمله مساج، بمشط له وبره وبشله كل الشعر الزايد يلي عنده إياه. هالكف الخفيف مزود من تاني ميلة بقماشة بتشيل كل الشعر والوبر يلي بيكون هارر على الفوتاي أو على التخت. بت جرومينج جلوف صغير ومفعول كبير وفيكن تحصلوا عليه الواحد ب 18 دولار، الاثنين ب 28 دولار بس، وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. اتصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن دائما تتصلوا على رقم بس سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.